بانتظار انطلاق المقابلة قلت. وفي هذه اللحظة يعطي حكم الساحة عامر شوشان عن انطلاق هذه المباراة الجولة الاختتامية في مشهد كبير، في مشهد مثالي هنا في ملعب الطيب البهيري في سفاقس. السوق فعلا نادي سفاقسي الذي سيشهد غياب علاء الدين غرام ليس فقط في هذه المباراة، وانطلاقة من الحميدي والبداية والعرضية خطيرة وكورة ومحاولة للسي اس اي دائما حاضر، اعطى اشارة التنفيذ، العرضية من المذبي والكرة في القائم الثاني، وامان الله مميش نعم احد ابرز الحراس البارزين هذا الموسم في الدفاع. ياسين مرياح يرفع الكرة طويلة في مناطق السي اس اس ولكن سهلة الى حارس المرمى صبري بن حسن. وسعيده حسين شعبان على الكرة لبركة الحميدي، فنيات عالية، سلام بركاتك يا بركات الى حازم، خطيرة يا حازم الفرصة، اللمسة، حاج حسن يحاول، ما زالت الكرة خطيرة للنادي الرياضي الصفاقسي، حاج حسن يلعبها والركنية على المستوى الهجومي يهدد اكثر على الكرة وعرضية مرفوعة والتدخل من الدفاع. اسلام القاسمي يلعب الكرة كما تأتي الى 6 انتر مس التماس للترجي الرياضي التونسي، ثم الكرة للجهة اليمين، محاولة ترجية، الضغط لترجية الرياضي التونسي في هذه اللحظات يبحث عن أولى عملياته الهجومية والإمكانية والفرصة والمراوغة. ماذا هنالك؟ سقوط اللاعب، ولكن حكم الساحة يقول اللاعب ما فيها ولا شيء. هل هنالك ضربة جزاء للترجي الرياضي التونسي في انتظار القرار؟ على كل ما فيها ولا شيء، القرار اتخذ في نهاية المطاف. للجهة اليمين المحاولة ترجية والكرة والفرصة، كنترول ممتاز واللمسة خطيرة وفرصة للترجي والمحاولة تزال قائمة ولكن ضاعت في نهاية المطاف. يبحث عن الحل، عن الثغرة، عن المنفذ في دفاعات السي اس اس. الكرة خطيرة والانطلاقة والفرصة والمحاولة للجهة اليمنى، إمكانية كرة جول وصبري بن حسن في المكان المناسب. تسجيل في انتظار الأهداف في ضغط الترجي في هذه اللحظات، عرضية، كرة خطيرة للسفيقسي ما عدا حارس المرمى أمان الله ميميش. الكرة عرضية للمحاولة ولكن مرت بعيدة على المرتدة. بركات عنده المساحات، الترجي خلي في المساحات، بركات الحميدي، الحميدي يحاول من اليسار، مرة بركات خطيرة، عرضية وركنية. كان سنة 58-59 وقتها النتيجة وفيت 4-1 للترجي. الكرة بحاج حسن خطيرة بالراس، المحاولة والرأسية، قلت الركلات الثابتة العرضية، ما زالت الكرة خطيرة للسي اس اس فقسية ولكن ضاعت إلى حدود الدقيقة 25. حاج حسن، خروج قاتل يمين الله مميش، فرصة حاج حسن، الله، ضاعت الكرة والتدخل أمان الله مميش وأنقاذ الموقف. حسن يهدد مرمى الترجي الرياضي التونسي للمرة الثانية، هل تكون رأسية؟ هل يبحث عن قناص؟ ربما يكون في الموعد. لمذبي يرفع الكرة على الاستقبال وتدخل دفاعات الترجي، ما زالت الهجمة قائمة لمذبي والكرة سهلة. سي اس اس الكرة اليسار، بركات عرضية، المحاولة في القائم الثاني، مرت الكرة القاسمي، لام القاسمي يعود من جديد لمذبي، خطير أبو كرة أسامة، أسامة بن حمودة ولكن أسبق والكرة إلى صبري بن حسن. كانت والانطلاقة والعرضية والكرة والمتابعة خطيرة، مرت خطيرة على الجهة اليسرى، يبحث عن عرضية، بوكيا يرفع الكرة والتدخل النصراوي في مناسبة أولى. تمركز جيد بالنسبة لعناصر الترجي، ياسين مرياح تدخل، إرجاع خاطر الكرة وفرصة خطيرة، تشوف الكرة ياسين مرياح، إرجاع خاطر الكرة وبيرنجي يلعب الكرة كما جيت إلى بركات الحميدي، انطلاقة من بركات ومحمد بن علي، التغطية والانطلاقة، بركات الحميدي يطلق، بركات يحاول، بركات وفرصة، سريع خطير، الانتظار في انتظار العرضية ولكن تدخل بركات، يلعب الكرة في القائم الأول. كل لاعبي الترجي الرياضي التونسي في خلال لعب الركنية في مناطق العملية، صحبة الحكم الاحتياطي. الكرة تعود مرة أخرى، المحاولة الجهة اليمنى، ترجية عرضية كانية، كرة جول، الله على التدخل، الله، فرصة خطيرة للترجي الرياضي التونسي. الكرة على طول على الجهة اليمين، المحاولة والفرصة والانطلاقة والإمكانية، المحاولة والعرضية، هذا إمكاني باليمين، يخطأ في إرجاع الكرة، ما زالت المحاولة
يفقد توازنه ولا تصويبة خطيرة خطيرة خطيرة. محاولة الآن الهجومية للترجي الرياضي التونسي في انتظار التنفيذ، تلعب الكرة عرضية، محاولة ياسين مرياح ولكن ما خذاش. هذا الشوط الأول في التوقيت البديل الذي أضافه حكم الساحة عامر شوشين. بوكية على جهة اليسار، سريع سريع وخطير، عرضية إمكانية ورأسية مقطوعة، ما زالت خطيرة للترجي، الفرصة خطيرة وأبعاد الكرة من حازم حاج حسن. طلع من بركات الحميدي، يقاتل بركات يقاتل بركات ولكن يخسر الدويل، تبقى للترجي الرياضي التونسي مرفوعة والكرة لصبري بن حسن. الكرة إلى ياسين مرياح، ياسين مرياح والانطلاقة والكرة في العمق خطيرة وفرصة تصويبة خطيرة جدا، وأولى الكرات وأولى الكرات للترجي الرياضي التونسي. وقع أمام الترجي في هذه اللحظات والتمريرات والكرة في العمق طالت إلى 6 أمتار. 1-0 أو 2-0، الكرة مرفوعة على مستوى مناطق الجزاء، محاولة للسي اس اس في المرور، تكون يكون الخطر، ربما يأتي الجول الأول على الكرة ولكن من يد إلى يد إلى حارس المرمى وكان قريبا ولكن أمان أنقذ الموقف. الكرة للجهة اليسار مرفوعة، ما زالت المحاولة ولكن غادرت الميدان، وسط الميدان هو للجهة اليسار بركات الحميدي على طول الكرة والانطلاقة وإياد بالوافي يلعب الكرة خطيرة والتدخل، المحاولة تلعب قصيرة مع حازم حاج حسن على المستوى الهجومي، يلعب الكرة عرضية والرأسية ومتابعة بركات مخداش موسى كونتي، يا سلام على المراوغة والتصويبة ولكن مرت على دين غرام الذي سينتقل لنادي شختار الأوكراني. بالتوفيق للاعب التونسي، لمسة خطيرة وكرة كيبيسوي كيبيسوي لليسار، التمريرة كرة جول، الله غريبة، أضاع الكرة الأخيرة داخل مباراة الفارتا، هفوات دفاعية الأمانة من ساعات يترك فيها. وعلى المستوى الهجومي نادي صفاق كرياء العايب، زكريا يحاول، زكريا يريد المرور العبور والكرة خطيرة والتصويبة خطيرة مرة أخرى، حاول تهديد ثاني في دقائق، يوسف بشا يفتك الكرة، يوسف وإمكانية، يوسف ربما الفرصة، هل يعاقبونهم الآن؟ الله ضاعت الكرة، كان غائبا على مستوى الهجومي في 20 دقيقة أولى في الشوط الثاني. بالأمين على المحاولة والتدخل، ماذا هنالك؟ الحكم يقول في البطن على الكرة والانطلاقة، فارس بذكرياتي نصف نهائي 2022 احترام المسافة القانونية. هذا مكاني بالأمين، تصويبة خطيرة في الجدار مرت خطيرة جدا لمفاجأة صبري ربما، أم يكون الجول الأول؟ ركنية تلعب، هجمة ما زالت، تصويبة من يوسف بالشاب والمحاولة ما زالت والاستماتة إلى فارس ناجي، يرفع الكرة إلى بركات الحميدي، إمكانية تصويبة خطيرة، الله على فرصة، على كل كرة على كل محاولة. حازم إلى اليسار إلى بركات الحميدي على الجهة اليسرى، بركات العرضية ودون متابعة، محاولة للجهة اليمين على الفرصة ومرتدة ولكن طالت طالت من موسى كونتي. تراجع النسق للأمانة في 20 دقيقة أخيرة من هذه المباراة. خطيرة الكرة، زكريا العايب على تصويب، لا زكريا، الكرة خطيرة، فرصة إمكانية، خطر خطر للترجي الرياضي التونسي، ربما يفاجأ صفاقسي في هذه الكرة والعملية خطيرة والتدخل وصبري بن حسن في المكان المناسب. ثم الكرة والهجمة للسي اس اس يوسف بشا، المحاولة خطيرة الركنية، ثاني محاولة استقبال بالرأس والكرة مرت إلى حارس المرمى، ضاعت بعد ذلك 6 أمتار الترجي الرياضي التونسي. نعم، في الدقيقة 7 من الوقت البديل وفي هذه اللحظات يعطي حكم الساحة عامر شوشان عن نهاية المقابلة الجولة الاختتامية بين نادي صفاقسي والترجي الرياضي التونسي. الخلاصة، الترجي الرياضي التونسي في رابطة أبطال إفريقيا، الاتحاد المنستيري كذلك في رابطة أبطال إفريقيا ولا ينتظر أي قرار بالنسبة لاستئناف مباراة السي اس اس والترجي، والنادي صفاقسي رسميا يضمن مقعد في كأس الكونفدرالية الإفريقية. ربما تكون العودة السي اس اس عنده رقم قياسي في هذه المسابقة، ربما تكون العودة. نتمنى التوفيق لكل
ممثلي كرة قدم التونسية الترجي والاتحاد في رابطة الأبطال، والسي اس اس في انتظار من سيرافقه إلى 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 كأس الكونفدرالية. نتمنى أن تتوج الفرق التونسية الموسم القادم بالشامبيونز ليج وكأس الكونفدرالية لملا، وتحسن أكيد في قادم المواسم. أكيد موسم رياضي لم ينتهي في ديوان سبور، ما زلت تتابع مقابلة الكأس إن شاء الله على ديوان سبور، المنصة التي ضمنت متابعيها يعني مشاهد رابطة المحترفة الأولى والرابطة الثانية. كان معكم شادي بوعيش من وراء الميكرو، شكرا لحسن المتابعة والاهتمام، نلتقي في موعد رياضية قادمة، إلى اللقاء.